واش الدراري واش الدريات، عدنا لكم ان شاء الله من جديد في قناه عزيز فلوكس اوفيسيال. ودائما ان شاء الله كيف ما كتوعدكم كل نهار فيديو، كل نهار افاده، كل نهار معلومات نحو جميع طيور الزينه ان شاء الله من الا حتى الزاد. وكنشكركم بزاف الخوت على الدعم ديالكم وعلى لي لايك ديالكم وعلى الكومونتيرات الزوينه ديالكم، شكرا جزيلا. وما تنساوش الخوت تشاركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الخوت كل جديد في القناة إن شاء الله، لكلها إفادة وكلها معلومات. ونبدأ الفيديو ديالنا إن شاء الله على بركة الله. بزاف الخوت يعني ده المساجات كيوصلوني، يعني إحنا دابا في موسم التزاوج، وبعد الناس يعني وجميع يعني الأكثرية يد الناس الخوت يعني كيلقاو مشاكل في تزاوج، ومشاكل في وضع البيض، ومشاكل في حضن البيض، ومشاكل في جميع الأمور وكيفية معرفة يعني البيض الملقح ومش البيض الملقح. الخوت بنادم بزاف كيلقى هاد المشاكل هادو، وقررت الخوت اليوم باش ندير فيديو باش تعم إن شاء الله الفائدة على الجميع إن شاء الله بإذن الله. الحمد لله على كل حال، كنتمنوا إن شاء الله تسير إن شاء الله بإذن الله للجميع في هاد الموسم ديال التزاوج. يعني اليوم الخوت الفيديو اللي غادي نهضروا عليها الخوت، غادي نهضروا الانثى كتوضع البيض يعني وما كتحضنش عليه وكتدفنه يعني في تحت العش الخوت. يعني هادو هما الاخطاء الخوت اللي حنا اللي كنرتكبوا وخاصنا ضروري 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 نتجنبوهم. كيفاش عزيز فلوغز اوفيسيال غادي نعرفوا هاد الاخطاء؟ هاد الاخطاء الخوت يعني باينين. يعني البيض الخوت من كيتوضع يعني في الصندوقه، من كتحط الانثى البيضه الخوت، كنحسبوا الخوت من نهار حطات البيضه، كنحسبوا من 21 يوم حتى ل 24 يوم، من 21 ل 24. الى ما فقساتش الخوت البيضه الاولى من بعد 21 حتى نتسناوها حتى ل 24 يوم، يعني البيضه الخوت راه يعني فاسد، يعني ما ملقحش، يعني خاسر، يعني ما صالحش. علاش كنقول لكم الخوت واحد النقطه مهمه؟ الانثى الخوت من توضع البيض ديالها ضروري نقلبوا واش البيض ملقح. يعني كيفاش غادي نعرفوا البيض ملقح؟ يعني راني ديجا شرحته في فيديوهات وغنزيد عاوتاني نشرحه لكم عاوتاني مره اخرى. البيض الخوت باش تعرفيه ان شاء الله ملقح، خاصنا نديروا الفلاش ديال التليفون ونبقاو في واحد البلاصه يعني مظلمه، ونحطوا البيضه فوق الفلاش. من نحطوا البيضه فوق الفلاش كنشوفوا واحد العروق كاينين في البيضه، واحد النقطه واحد العروق، كثره العروق يعني في البيضه، هذاك هو البيض يعني الملقح. الا ما كتكونش الخوت يعني ملقحه ما كيكونوا فيها لا عروق لا حتى شي حاجه، بحال الخطوط يعني بحال دقات القلب كيف كيبانوا، يعني بحال نفس هذا الشيء هذا. ثاني حاجه الخوت الانثى من كدفن يعني البيض ديالها تحت العش، الا والانثى ما صالحاش يعني الحضن ديال البيض. علاش ما صالحاش يعني الحضن ديال البيض؟ يعني انفو البيض الخوت من كيكون فاسد، من كيزيد بيض على بيض اولا، ثانيا من كتزيد تبيض عاوتاني مره اخرى، ما كتبقاش عارفه ما بين البيض يعني اللي ما ملقحش واللي فاسد والبيض اللي حطاته، كتولي ايتها بيضه كتخشيها تحت العش ديالها. حنا باش نتجنبوا الخوت يعني الا كان عندكم هذا المشكل، حيتاش انا كان عندي شخصيا هذا المشكل هذا، باش نتجنبوا الخوت هذا المشكل ونتجنبوا جميع المشاكل ديال هذا الحضن ديال البيض، اشنو غادي نديروا؟ غادي نحيدوا البيض بصفه نهائيه، غنقلبوا البيض واش ملقح ولا ماشي ملقح، هما غادي نحتفظوا به، غادي نحتفظوا به بواحد المكان ان شاء الله جاف، وغادي نحتفظوا بها الخوت. وثاني حاجه غادي ننظفوا يعني الصندوقه اللي كاينه تما، غادي ننظفوها بصفه نهائيه، وغادي ننظفوا العش، وغادي ننظفوا جميع الامور، وغنديروا التحفيزات بالنسبه للانثى وبالنسبه للذكر، وغنبداو يعني موسم تزاوج جديد. يعني غنحيدوا جميع الامور وغنحيدوا جميع كل شيء، وغنديروا يعني يعني ديال النخيل، يعني غنحطوا غير شويه ما نكثروش، نحطوا الخوت يعني غير شويه ديال ورق ديال النخيل باش ان شاء الله ما نوقعوش في نفس المشكل اللي وقعنا فيه المره الاولى. غنحطوا لها شويه غدخلوا، غيولي موسم تزاوج ان شاء الله جديد، وكنتمنوا ان شاء الله تسير
على كل حال دائما هذه النقطه الخوت يعني كنقولها لكم باش ما توقعوش الخوت في المشكل اللي وقعت فيه انا انفو كنقول لكم واحد الحاجه الا وقع لي انا المشكل قبل منكم والحمد لله كنحاولوا ان شاء الله نعالج الامور وندوز بخير على خير من الخطا يعني نتعلمون. انا راه حطت لي الخوت تسعه البيضات وفي الاخر الخوت ما فقص حتى شي واحد يعني ما كتعرف ما بين هذا ما كتعرف ما بين اللي حطت البيضه جديده ولا القديمه واخا كتعلمهم واخا كلشي وفي الاخر الخوت يعني كدفن لك البيض تحت العش ديالها. ان فوا من كتشوف الخوت يعني من كدفن البيض تحت العش يعني صافي الانثى ولات نافره هذاك البيض بصفه نهائيه. خاصه على الاقل واحد الفتره ديال الراحه من اسبوع حتى الاسبوعين باش يكون ان شاء الله الانتاج بخير وعلى خير وتكون يعني حاضنه البيض ديالها يعني الحمد لله. انت الخوت من كتحضن 21 يوم حتى 24 يوم وهي من كتشوف لا نتيجه ما فقص لها لا بيض لا حتى شي حاجه كتدخل الخوت في واحد لو ستريس كتفقد الامل كتدخل في واحد الاكتئاب كتدخل في واحد لو ستريس يعني ليس له مثيل. اشنو كتقول لك يعني انا البيضه حطيتها وحضنت عليها 21 يوم ما بين 21 و 24 يوم وفي الاخر ما زادوا عندي لا زغاليل لا حتى شي حاجه كتدخل في حاله نفار يعني كتنفر البيض ديالها وكتنفر جميع الامور الخوت يعني نقول لكم ضروري الخوت نحطوا لها يعني شويه العش في القفزه الخوت وننظفوا لها الصندوقه وان شاء الله نعود موسم تزاوج جديد ونعطيوها فتره من اسبوع حتى لاسبوعين ان شاء الله باش تعم ان شاء الله باش تعود عاوتاني ان شاء الله تبيض لنا مره اخرى ويكون انتاج 100%. ودائما هاد المره الخوت من كتنتج لكم يعني وكتبيض لكم مره اخرى ضروري الخوت يعني ردوا البال مع الانثى ونقلبوا البيض ونخليوها تحضن. ان فوا الخوت يعني من تحط البيض ديالها صافي بنادم وتعرف البيض بانه ملقح نساها عليك بصفه نهائيه ما تبقى تطلع عليها ما حتى شي حاجه حتى تسمع شي اصوات وتشوف بانها الانثى الخوت يعني راها زادوا عندك الزغاليل الخوت. دائما بنادم يرد البال لهاد النقاط هادو باش بنادم ان شاء الله ما يوقعش في هاد المشكل هذا. راه انفو من كتحط البيض وكتكون كتسنى في الزغاليل اللي تزادوا عندك يعني راه كيبقى فيك الخوت واحد الحال كبير وكثير وجدا وكتدخل حتى انت في حاله اكتئاب يعني. الحمد لله ديروا هاد الخوت هاد الامور هادي ان شاء الله باش تعم ان شاء الله الفائده باش ما توقعوش ان شاء الله في الخطا. وصلنا الخوت لنهايه الفيديو كنشكركم بزاف الخوت وما تنساوش الخوت بارطاجيو الفيديو باش تعم ان شاء الله الفائده على جميع في لي سوسيال ميديا ديالكم وجميع الامور ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا ولكم جزيل الشكر من قناه عزيز فلوجز اوفيسيال كنسلم عليكم انا والطويرات ديالي. شكرا الى الفيديو الماجي ان شاء الله وشكرا.